بشكر كل الناس اللي هاجمتني لان هم قالوا لي يعني بدون ما يقصدوا ان انا فرد من اسرتهم، مهم ان انا واحد منهم، لان هم ما رضيوش عليا ان انا البس كده. اي حد يقول اللي هو عايز هم كلهم بيقولوا لي كلهم ناس عايزه مصلحتي. طبعا اهلا وسهلا بكم منورين الدنيا كلها ومشرفينا ومعانا في كل اخبارنا الحلوه والدنيا تحلو بوجودكم ان شاء الله. اختياراتك مبوظه حياتك؟ اختياراتي مظبطه حياتي. اختياراتي مظبطه حياتي والله. ازاي يا احمد بقى؟ هي الغنوه بتقول ان انا اختياراتي مظبطه حياتي. ما هو بعد القميص يا احمد ما هو القميص ده القميص ملوش علاقه بحاجه. اللي شبكنا يخلصنا. الله عليك. احنا كنت متوقع بصراحه الهجوم ده. الهجوم انت عايز الهجوم الاول ولا عايز الدفاع؟ انا لا عايز الهجوم الاول. ماشي انت عايز تتكلم على الشبكه. والله بص انا كنت في ايطاليا وجبت احسن ستايلست اختار لي اللبس واختاروا لي بس الهجوم كان كبير جدا 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 عليا. ولكن انا بشكر كل الناس اللي هاجمتني لان هم قالوا لي يعني بدون ما يقصدوا ان انا فرد من اسرتهم، مهم ان انا واحد منهم، لان هم ما رضيوش عليا ان انا البس كده او ما رضيوش عليا باي حاجه وحشه. حسيت ان انا جوه كل بيت وجوه كل ومع كل اسره وفعلا اي لو في حاجه شبك هخيطها انا على ايدي. يعني ده معناه ان انت مش هتظهر باللوك ده مره ثانيه؟ لا انا مش هظهر كده ثاني. الناس شايفيني في حته ثانيه وشايفيني جوه بيوتهم وجوه اسرتهم. ياما ناس لبست كده وياما ناس لبست حاجات ما حدش كلمها بس هم شافوني انا حد منهم وانا فعلا مش من الناس اللي هي بتصر على الحاجات الغلط. انا بطلع اقول لا كان غلط طالما هو ما عجبهمش يبقى نعمل الحاجات الغلط. بصراحه قالش سمية الخشاب وصلت؟ لا والله سمية الشباك ما سمية الخشاب سمية الخشاب يعني تقول اللي هي عايزاه. اي حد يقول اللي هو عايز هم كلهم بيقولوا كلهم ناس عايزه مصلحتي واكيد لما بتنفذني تبقى عايزه اشوف احسن لان في ناس هي بتلعب كروكس على اغنيتي. بس كده اشوف بتشجعني دايما واكيد كل الناس بتحب نجاحي وبتحبني الخير وبتحبني اكون ناجح واكيد الناس ما بتصطادش مش عايزه تصطاد يعني عايزه تخليني احسن هم فعلا عملوا كده. عملت ايه بالستايلست؟ لا انت بقى انت اللي جاي النهارده جايب شبكه. طب منير محمد منير والنجاح والظهور حتى الحلو اللي حصل مع منير. محمد منير بس كده يا باشمهندس حاجه كبيره جدا بالنسبه لنا حاجه عظيمه واحنا بنتشرف بيها وكان شرف ليا ان اكون موجود وتوجهني السعوديه حاجه عظيمه حاجه تاريخيه وحفله تاريخيه لشخص انا قلت بالموال اللي انا قلت ان هو اسطوره من الاساطير فدي حاجه بالنسبه لي انا كنت سعيد بيها. هاني فرحات طبعا هاني فرحات ده مايسترو كبير قوي وعظيم قوي وانا يمكن جات لي صوره او كان في صوره موجوده وانا بعد الحفله وانا قاعد فعلا متاثر وفعلا عيطت على 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 كم الحاجات الجميله اللي عملها المايسترو هاني فرحات والحاجات العظيمه اللي عملها كينجا. اختياراتي مدمره حياتي ترند بسرعه رهيبه دلوقتي ترند على اليوتيوب. تخيل النجاح ده يحصل ده من الاغنيه. بصي والله هو الواحد بيجتهد وبيعمل كل اللي عليه بس الناس يعني واقفه جنبي قوي الناس واقفه معايا قوي بصراحه يعني اكتر من بس ده ربنا اراد ان الناس تعرف اني فعلا بعمل مجهود كبير وبعمل لهم حاجات بيحبوها وهم فعلا بيحبوها. ده مكان كنت تستحقه من زمان انت شايف بس مش عشان طبعا والله طول عمري كنت بقعد اقول هو الناس ظالمني انا مش واخد حقي بس طلع مش حقيقي انا اللي كنت ظالم نفسي وانا اللي كنت واخد حقي نفسي مش مدي نفسي حقي لان اول ما عملت الحاجات اللي الناس بيحبوها الناس كانت في ظهري وداعمين فيا وبيطلعوا دلوقتي يحبوا اي يعني الحاجات الحلوه اللي بنعملها دايما. بصراحه يا احمد بيقولوا المدام والشيخ حلو عليك. هو ده السؤال ده حلو السؤال ده حلو يا جماعه السؤال ده حلو. استنى انت قول برضه قصتك قول معايا قول يا احمد بس انت عاشور ايه؟ الرقصات الحلوه اللي انت بتعملها اتكلمنا عنها بقى. والله صدفه راسك شمال شويه يا ابني راسك شمال كده شمال زي ما قلت لك انا راسك شمال يا ابني انا عملت طالع شمال شمال بس الناس اذا كنت بهزر او اذا كنت بعمل رقصه او اذا كنت بعمل حاجه هم بيحبوها مني
القبول ده من عند ربنا وبيزرعوا في قلوب الناس ليا ان هم يحبوا مني اي حاجه بقولها اي حاجه تكون حلوه او اي حاجه تكون تسبب لهم سعاده مش تكون تسبب لهم سعاده او تسبب لهم خلي راسك حلو عشان ده فضل من عند ربنا مش هيقولوا المدام وشها حلوه عليك.